الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عن الأدلة التي تدل على وجوب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ورد في القرآن الكريم وما أنت عليهم بحفيظ، أو ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كابن اللبون، فكيف يجمع بين الأمرين؟ الجواب هنا لكل من الحكمين موضوع مختلف عن الآخر. الظاهر أنه فيما كان مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرائط التامة فلا بد من ذلك، وأما بالنسبة إلى ما ورد أنه كن في الفتنة كابن اللبون فإنه في موارد اللي لا تتوفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما بالنسبة إلى ما ورد وما أنت عليهم بحفيظ فهذا يكون بعد الأمر بالمعروف، بعد الإقامة وإتيان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بعضهم يؤمن ويهتدي وبعضهم لا يهتدي، فهنا قد تمت المسؤولية في إبلاغ الأوامر الشرعية وإبلاغ الشريعة الإلهية، وما أنت عليهم بوكيل، فهذا يدل على أن الهداية تكون من الله سبحانه وتعالى. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کتاب الله و عترتی وقت باید در کنار آیات شریفه قرآن فرمایشات معصومین علیهم السلام را گذشت وقت جمع کرد با هم وقت جمع که بکنیم دیگه دونه دونش مشکلی نداره در لا جناح نسبت به سعی روایت داره که قرآن فرموده إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لا جناح ظاهر كده يعني مانعي نداره بانك السعي واجب أمر نهيك مانعي نداره در تفسيرش روايات داره از معصومين عليهم السلام كإنا مشركين روية صفا ومروة بوت گذشته بودن. السؤال سماحة السيد، ورد هناك بعض الموارد في القرآن الكريم لا جناح عليكم وما شابه، واستفاد منها الفقهاء بأنها تدل على الوجوب والأمر، فما هو الوجه مع أن المعنى الظاهري اللفظي من لفظ لا جناح وأنه لا مانع من ذلك ولكن استفيد منه الوجوب، فكيف يمكن ذلك؟ الجواب نحن نقول ب لزوم اتباع الكتاب وأهل البيت عليهم السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهنا وردت الروايات بأن هنا المراد هو الأمر السعي، سعي بين الصفا والمروة من الواجبات في الحج، قد ورد الأمر بالسعي وورد وجوب السعي في الروايات ولا شك، وأما بالنسبة إلى ما ورد لا جناح عليكم فأيضا قد ورد في الرواية بأنه في زمن الجاهلية كان هناك صنمان على الصفا والمروة، وكان يظن بعض بأن الصفا يكون محذورا، السعي يكون محذورا بسبب وجود الصنمين في الجاهلية، فهنا ورد بأنه لا جناح عليكم، فمن جهة دفع ذلك الظن، والفقهاء أيضا بالنسبة إلى مثل هذه الموارد الواردة يستندون إلى مجموع الأدلة والقرائن، وبعد الجمع بينها يحكمون بما يدل عليها. همين دليلش إطلاقات وقت كدليل ميجيك أوفو بالعقود يكشن بكالته به اضافه مسئله اینکه از جانب موکل و جانب وکیل این جائز نه الزامه وقتی شارع میگه عفو بالعقود میگیره دلیل استثناء کرد جنون را خب این و اگر جنون ادواری بود یه وقت جنون هست یه هفته جنون نیست
وقت وقتی که جنون نیست اطلاقات میگیره، حرف بدی نیست، فقط بله اگه اجماع باشه. السؤال سماحة السيد ورد بالنسبة إلى الوكالة، أنه يصح وكالة الإنسان عن المجنون الأدواري، وبالنسبة إلى المجنون الأدواري فمثل هذا حتى إذا كان في حالة جنون فإن الوكيل عنه يتمكن أن يعمل بمقتضى الوكالة ويبيع ويشتري، فما هو الوجه؟ الجواب هنا الواضح أن المطلقات، مطلقات الأدلة تدل على شمول هذه الوكالة وتماميتها، فإنه يصح. نعم، هنا بحث في هل هناك إجماع على خلاف هذه الإطلاقات أو هناك نقل إجماع على خلافها، فهذا خلاف. ولو ثبت، لو سلمنا بأن هناك إجماع ثابت على خلاف هذا الأمر فينتفي. والظاهر حتى أنه الشهرة العظيمة يكفي لانتفاء الحكم. الفقهاء الكبار من القدماء كالشيخ الأنصاري، هؤلاء كانوا يعملون من مقتضى الشهرة العظيمة والإجماع. نعم، لو لم يكن إجماع في هذه المسألة فمقتضى الإطلاقات هو استثناء هذا المورد. نعم. ليش لا؟ ليش لا؟ هذا مأمور بأنه فد هدي كامل في يوم العاشر في منى يذبح أو ينحر. إذا الهدي كان كامل ولكن قبل أن لا يذبح صار ناقص. إطلاقات الدليل اللي يقول الناقص ما يفيد، هذا ما يفيد، لازم فد كامل ياخذ. أي ليش مو أخسر؟ إذا مات مثل بقية الأمور، بقية الأشياء، جنابك مديون إلى زيد فت خروف تطي، اشتريت فت خروف حتى تطي لزيد، مات هذا الخروف قبل لا تسلمه لزيد، لازم تشتري واحد ثاني، بس هذا مو اسمه خسارة. بل السؤال سماحة السيد بالنسبة إلى الآية المباركة في القرآن الكريم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصير. والسؤال هو أنه هنا ورد كلمة الجعل، جعل العدو للأنبياء، ما هو المراد بهذا الجعل؟ هل هو الجعل التكويني أو الجعل التشريعي؟ ولماذا حصل لمثل الأنبياء مثل هذه الأعداء من قبل الله سبحانه وتعالى؟ وهل يمكن أن نقول بأنه هذا مراد غير الجعل التشريعي والتكويني لوجود الشبهات اللي أو الشبهات اللي تترتب على هذا الجعل أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الجعل هنا، الظاهر من الجعل هو الجعل التكويني. الجعل التكويني هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشيطان وخلق النفس الأمارة، وهذا تكوينا جعله الله سبحانه وتعالى، وهذا الجعل صار سببا في انحراف وضلالة جماعة من الناس. ولكن لما كانت هناك مصلحة عليا، وكما ورد في القرآن الكريم ربما كان هذا أهم المصالح، ربما هذا كان أهم المصالح، وهو أن يختبر الناس، أن يبتلى الناس وأن يمتحن الناس، فهذه المصلحة العظيمة وهي مصلحة الامتحان أوجب بأن يكون هناك خير وشر. مصلحة عليا، مصلحة أهم در كاره كالقرآن الكريم. وقد ورد في القرآن الكريم التصريح بأهمية هذه الابتلاءات والامتحانات،
ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. هذه من أهم مصالح الله سبحانه وتعالى، مصلحة الامتحان، لكي ينظر ويرى أنه كل إنسان كيف يعمل. فهذا يجري أيضا بالنسبة إلى الأنبياء وبالنسبة إلى الأئمة. فبعد وجود مصلحة أهم وهو الامتحان، فهنا يجعل الله سبحانه وتعالى الأعداء للمؤمنين وللأنبياء. فالظاهر من الجعل في هذه الآية المباركة الجعل التكويني. بله بله. السؤال: سماحة السيد، إذا تزاحم المستحبين كتزاحم الحج الاستحبابي وصرف المبلغ وما يحتاجه للحج في علاج مريض يحتاج إلى هذا المبلغ، فهل يمكن أن يقدم أحدهما على الآخر أو يجبر الطرف المقابل على تقديم أحدهما على الآخر؟ الجواب: بالنسبة إلى تزاحم الأهميات، قالوا بتقديم الأهم المستحب الأهم يقدم على غير ذلك. وأما إذا لم نحرز الأهمية، وهنا قول للميرزا النائني وقال بتقديم محتمل الأهمية، فهنا أيضا لو قلنا بهذا القول فيقدم محتمل الأهمية، ولو لم يحصل هناك احتمال الأهمية في أحد طرفين التزاحم، أو لم يحصل هناك الأهمية إحراز الأهمية في أحد الطرفين، فهنا يكون بالتخيير. وقد ورد في موارد متعددة أن الحج أهم من الصدقة، فمطلق الصدقة ومطلق الحج إذا كان بهذه الكيفية كما يستفاد من الروايات أن الحج أهم، ولكن إذا كان أحد الطرفين هو المريض اللي إذا لم يصرف عليه هذا المبلغ يوجب بأنه مثلا يتوفى أو يموت، فهنا لا يكون تزاحم بين المستحبين، بل يكون تزاحم بين مستحب وواجب، ولا بد أن يقدم الواجب. ولكن إذا لم تكن حالته بهذه الكيفية وكان المرض قابل للعلاج بجهة أخرى أو يتأخر العلاج بسبب عدم وجود المبلغ، فهنا يكون التخيير بين مستحبين ويقدم الأهم، وربما يكون الأهم هنا الحج. تكويني وتشريعي معا اللي جعلك الناس إماما، يعني الظواهر بالنتيجة هذا الظاهر أنه هم تكوين هم تشريع. السؤال: سماحة السيد المرجع، لدي سؤال وهو عن الآية المباركة في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو المراد بهذا التكريم الإلهي لبني آدم، وما هو نتيجة هذا التكريم والإكرام؟ الجواب: أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس بهذه العظمة اللي لا يبلغ إليه شيء، وخلق النجوم والسماوات والمجرات والأبحار والجبال، وهذه الأمور جميعها مخلوقات من الله سبحانه وتعالى. مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أفضل وأشرف من هذه الأمور وهذه المخلوقات. وقد ورد في الرواية بأن الإنسان هو الذي يصل إلى مرتبة عالية بأن يكون عند مليك مقتدر وأن يدخل الجنة. طبعا هذا التكريم الإلهي للإنسان موجود، وبشرط أن يكون الإنسان في الطريق الإلهي. نعم، إذا كفر ولم يؤدي تكليفه تجاه هذا الإكرام فيوجب إحباط الإكرام، ذاك الإكرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان يحبط بسبب الكفران.
فينزل إلى مرتبة دانية. فحبط ما عملوا. أما إنك اختياري يا غير اختياري، لا يا قدش غير اختياري، خدا عقل بإنسان داده غير اختياري، إن تكريمه خدا عقل بخورشيد وماه با إن عظمت نداده. السؤال بالنسبة إلى مثل هذا، إذا لم يكفر ولم يأتي بالكفران بالنعم و يكون تعاملاته الدنيوية على النهج الصحيح من غير ظلم، ولكن مع ذلك لم يصل إليه بعض الجزئيات ودقائق الشريعة، فهذا هل يشمله الكرامة الإلهية أو لا؟ الجواب في مثل هذا المورد، إذا كان قاصرا في وصوله فهنا إن الله سبحانه وتعالى يعوضه ويعطيه هذه الكرامة، فهذه الكرامة تكون متوفرة. وأما إذا كان مقصرا في وصوله أو بلغه ولم يسمع وما شابه، فكان مقصرا، فقالوا بأن المقصر في مخالفاته كالمتعمد. نعم، إذا كان قاصرا القاصر معذور والمقصر غير معذور، المقصر كالعامد. إذا كان قاصرا فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن تلك الأمور، وحتى بالنسبة إلى بعض الجزئيات اللي لم يصل إلى ثوابها، قد ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في عقبات الآخرة، قد ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يمتحن بعض غير المقصرين في الدنيا للم يبلغ إليهم الشريعة. فالكرامة الإلهية للإنسان موجودة لجميع الناس، والدليل على ذلك الحقوق التي وفرها الإسلام في زمن حكومة معصومين من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن الإنسان والبشرية كانت في جميع ما يناسب كرامة البشرية من حق الحياة وحق الحرية وما شابه، مع أنهم بعضهم كانوا يتعدى وتجرأ على الإمام وعلى الحكومة ومع ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى والإمام عليه السلام جعل لهم هذه الكرامة. وقد ورد أيضا في نهج البلاغة أن هناك ثلاث حقوق للرعية على الحاكم، أي أنه بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان الوصي الحق والوصي الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعنوان الإمام المعصوم من قبل الله، قال بأن للرعية حق علي، أي أنا ملزم بالعمل بهذه الحقوق قبال الناس وقبال البشر. يعني من حضرت فرمودا بعنوان وصية أول پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بعنوان إمام معصوم از قبل خدای عز وجل فرمودن حق گردن من دارید، یعنی من ملزمم که به اینها عمل بکنم. السؤال: سماحة السيد، اذا كانت هناك عقود في الوكالة بين طرفين والوكيل قد تعدى في العمل بالوكالة، هل هنا يجب هذا بطلان عقد الوكالة او لا؟ الجواب: هذا مشروط بكيفية الوكالة من طرف الموكل. إذا أوكله بأن في جميع الموارد يكون وكيلا وكان ظاهر منه أنه يكون كذلك، فهذا لا تبطل الوكالة، ولكن إذا كان هناك بينهم ارتكاز بأنه يكون تصرفات الوكيل بحسب ما يوجب مصلحة الموكل، فهنا لو تعدى عن هذه الأمور فتنتفي الوكالة، وهذا يرجع بكيفية العقد. ف
إذا أعطى الوكالة المطلقة وهو الموكل أعطى الوكالة المطلقة، فهنا يكون أعمال الموكل تام ويقبل عن الموكل أيضا. اگه انسان سفیه نیست اما عمل سفهایی کرد ولو به مصلحتش نیست اما حجت معتبره، سفیهه که قولش و عملش معتبر نیست، اما غیر سفیه رشید اگه عملش سفهایی بود معتبره با اینکه عمل سفهایی به مصلحتش نیست. السؤال سماحة السيد، كيف هو ما يعرف بتقسيم العلماء إلى الأخبار والأصول، ومن هو اللي جاء بهذا التقسيم؟ الجواب ليس هناك تقسيم من قبل شخص واحد، بل هذا من القديم كان بالنسبة إلى اختلاف المباني وصار هذه التسميات، وطبعا هذا أيضا يوجد الاختلاف بين الأصوليون، فأهل الخبرة هناك خلافات بينهم، فهناك خلافات بين أصوليين بين بعضهم البعض، وهناك اختلافات بين الأخباريين بين بعضهم البعض، وهناك خلافات بين الأخباري والأصولي، وهذا كبقية أهل الخبرة. بالنسبة إلى أهل الخبرة تحصل هناك خلافات عديدة، فنجد ما هذه الخلافات والتسميات تكون بحسب اعتبارات خارجية. ونحن نجد أن أهل الخبرة في مختلف العلوم يختلفون في تحديد الأحكام، وكذلك بالنسبة إلى المسائل الفقهية، ويرجع ذلك إلى اختلاف الاستظهارات غالبا. یعنی به نتیجه برداشت چون مختلفه گیری نداره. حالا کار به مصداق من ندارم، اما این چیز طبیعیه. این به نتیجه اهل خبره طبق برداشتش، اگه متقی باشه با تقوا باشه، طبق برداشتش میگه این برداشتش اینه. نحن نجد الاختلافات بين اهل الخبره، فاحيانا اذا اراد الانسان يبني البناء فيأتي بالمهندس، ويجد ان المهندسين مختلفين، كل منهما يحكم بشكل يجعل الأمور بشكل يختلف عن الآخر، فهذه هي الأمور الخلافات الموجودة بين أهل الخبرة. وقت كسي كخدش أهل الخبرة نيس رجوع الجاهل إلى العالم نادون بالدانا بايد رجوع كن. السلام عليكم ورحمة الله. أي أي إذا في الإجازة توثيق أكو إيه ليش لا يعتمد عليه، أما إذا في الإجازة توثيق ماكو للي للمجاز، إذا توثيق ماكو مجرد إجازة لا هذا لا يدل. مثل الذين كتب الأئمة عليهم السلام إليهم رسالة بعضها فيها توثيق لهم إيه يدل على الوثاق، بعضها ما له توثيق مجرد إجازة، إجازة لا مو كافي للتوثيق. أي أي الإجازات تختلف. أي إذا يقول وجدته ووثقه أي ما يخالف صحيح، أما إذا كلمة وجدته ماكو توثيق ماكو، لا مجرد إجازة منطي إجازة بأنه أي هذا تابع له تعبير عن في كلمة الإجازة أنه مجرد إجازة، هذا لا يدل على التوثيق. أما إذا أكو كلمة وكيل، وكيل يدل على التوثيق، أو كلمة توثيق أكو أي هذا تابع للتعبير بالنتيجة. شلون؟
اي 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 صاحب العروة يقول لا في المعنويات إيثار ماكو. المرحوم السيد الأخ يقول لا إيثار أكو حتى في المعنويات لإطلاقات الإيثار. محل خلاف بين الفقهاء، يعني جنابك جالس في حرم الإمام الحسين عليه السلام مكان هم ماكو، وأنت تريد تصلي والصلاة عند الحسين عليه السلام مقبولة كما في الرواية. واحد آخر ذا يدور مكان ما إلى مكان، فأنت تقوم تعطي مكانك إليه. صاحب العروة يقول لا هذه مو فضيلة. السيد الأخ يقول لي ليش هذه فضيلة؟ حسب الانطباع بالنتيجة للخبراء الفقهاء بأنه إيثار في المعنويات أكو يوماكو، بل مطبق تضى الإطلاقات ليش إيثار أكو ليش. السؤال سماحة السيد قد ورد في مباحث التوحيد بالنسبة إلى صفة السميع والبصير بأن يرجعونها إلى العلم، ولكن بالنسبة إلى صفة التكلم وقد ورد هناك في الآيات المباركة بعض جزئيات التكلم، مثل ما ورد في الآية المباركة في سورة آل عمران أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا آخر الآية. فكيف يمكن توجيه هذه الموارد في التكلم لكي لا يوجب ولا يلزم منها الجسمانية؟ الجواب من الدليل اليقيني بأن هناك ليست جسمانية في چیزی اگر امکان نداشت باید حمله بر مجازش کرد. اگه بگیم مجاز اینم همینه، اینم همینه، لیکن خدا صوت خلق میکنه همینجور که فرمودن. کلام چون جسم که نیست. اون کی بود از فلاسفه در زمان حضرت موسی علی نبینا علیه و علیه السلام که اومدن بهش گفتن ذات الله سبحانه وتعالى وليست هناك جسم؟ فكل هذه الموارد لابد أن تقال بحسب ما لا ينافي مع هذه الأصول والقواعد العامة الكاملة. وقد ورد في بعض الروايات أن أحدهم جاء في زمن موسى وقالوا له بأن موسى على نبينا وآله وعليه السلام ادعى النبوة، فقال هذا الرجل بأنه سأل موسى بأن الله سبحانه وتعالى بأي كلام وبأي خطاب يخاطب، فقالوا أن موسى هنا أجاب بأنه جاء بكل اللغات وبكل الكلمات. فهنا ذاك قال الرجل العالم بأنه اتبعوا هذا النبي لأن مثل هذا لا يكون، فيتبين أن هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله. Yeah.